محاضرتنا لهذا اليوم هو اريد نشيك الويب ييلدينج والويب كريبلينج. قد ما احنا بالمحاضرات السابقه عرفنا شلون نحلل ونصمم بيم حسب الاحمال المسلطه عليه وحسب الطريقه المستخدمه اذا كان طريقه التيبل او طريقه المعادله. هاي الطريقه نستخدمها شوي اذا كانت عندي احمال مركزه على البيم. عندي بيم وعليه concentrated load. احتمال عندي هنا شاح يصير عندي هذا البيم عليه حمل مركز. اذا كان عندي احمال مركزة وين تكون الاحمال مركزة؟ اما احمال خارجية او كرياكشن. بس عندك على سبيل المثال عندي هذا حمل uniform load وين يتحمل يصير رياكشن الحمل المركز وين يكون عندي بالمساند صحيح؟ حمل منتشر موجود على هذا البيم الحمل المركز وين يكون؟ يكون دائما عند المساند. فتشيكنا لهاي المحاضره نشيك الويب يلدنج والويب كريبلنج. شنو هو الويب يلدنج؟ احد عنده فكره؟ شنو هو الويب يلدنج؟ حد عنده فكرة على شنو هو الويب يلدنج؟ دكتور اليلد من الخضوع؟ يعني كأنما الويب يوصل لليلد نتيجة هاي الأحمال المركزة اللي تسبب لي أحمال ضغط وتسبب لي كراشنج للبيم. هي هاي القوة المركزة راح تسبب لي كأنما راح تسبب لي هذا الحمل المركز الموجود على هذا البيم راح يسبب لي يلدنج بالويب. هذا الويب راح يصير بي يلدنج واذا وصل لليلدنج الويب اعتبر البيم فاشل. فشو كنت اشيك اللوكال يلدنج والويب كريبلنج اذا كان عندي احمال مركزه. هسه حاليا راح نشتغل على الويب يلدنج. عرفنا الويب يلدنج احنا ما نريد الويب يوصل لليلد. فعلى سبيل المثال عندي هذا اللود الموجود عندي هنا. وين موجود هنا عندي؟ في المنتصف. هذا اللود راح ينقسم الى قسمين كرياكشنات للمساند. فخلنا نقسم شغلنا الى زون A وزون B. زون A وزون B. زين شنو الفرق بين زون A وزون B؟ زون A هو الاحمال المسلطه المركزه عندما تكون خارج حدود المسند. وزون B هي الاحمال هو الزون الذي تكون به القوة داخل حدود المسند. عرفنا شو الفرق بين زون A وزون B؟ فاحنا عادي أيتها الصف؟ ها؟ أيتها؟ لأي والبي شنو؟ السلاي زون A هي المنطقة اللي تكون عليها تأثير الأحمال المركزة خارج حدود المسند. وزون B هو المنطقة أو اللي يتأثر بها المسافة اللي تأثر بها الرياكشن ضمن حدود المسند. فهاي المسافة شنو اللي تحكم عندي؟ هي المسافة اكس. الاكس هي دائما خلينا شنو نعرفها؟ دائما نعرفها من بداية البيم إلى مكان تأثير القوة. واضح شنو الاكس؟ هسه هنا الاكس زون A لو زون B على اللود؟ زون A لو زون B؟ لأن الاكس خارج حدود المسند، وإذا خارج حدود المسند هو زون A. هنا الاكس من بدايه البيم الى بدايه القوه المركزه. فنجي نعرف قيمه الاكس هي من بدايه البيم الى بدايه القوه المركزه. هنا عندي زون اي، وهنا عندي المسافه اكس منين صارت؟ من بدايه البيم الى بدايه القوه المركزه. هذا يا زون؟ زون بي دكتور. زون بي، يعني شنو؟ ضمن حدود المسند. وزون اي هو خارج حدود المسند. عاده احنا البيم نخلي له بليتد او نخلي له شو نسميها احنا عاده بيرنج بليت. هاي البيرنج بليت شو تسوي؟ وظيفتها كانما شبه البيس بليت اللي درسناها بالكورس الاول. شنو وظيفتها؟ هاي البيرنج بليت شنو وظيفتها؟ وظيفتها تقوم بتحويل الحمل المركز الى حمل منتشر. وضحت على مسافه
هي طول البليتر. على سبيل المثال الآن هو شو يمثل لك الآن؟ هو طول البليتر. فاللود هذا المركز راح يتحول لي إلى حمل منتشر، سواء كان بزون اي او زون بي ما يهمني. زين، هذا عاده اللود مثل ما تعرفون درستوا بالاسس ينتقل بزاويه 45 ميل من مساحه البيس بليت. فهاي المسافه ايش قد تنتقل؟ بزاويه 2.5 كي، او مسافه العفو 2.5 كي. فالمسافه الكليه ايش قد راح تصير عندي قيمتها؟ ان زائد 5 كي. هاي المسافة وين بيا زون؟ زون اي لو زون بي؟ بزون اي. زين، واذا زون بي المسافة تنتقل هنا، عندي مسافة تنتقل بها اللود؟ هنا ما عندي تنتقل بي، تنتقل بس بمقدار 2.5 كي. فعندي زون بي المسافة الفعالة اللي تدخل بالحسابات هي 2.5 كي زائد ان، اما بزون اي المسافه هي ان زائد 5 كي. ال 5 كي منين جايه؟ جايه من 2.5 منا و2.5 منا. وضحت شنو الفرق ما بين زون اي وزون بي؟ وضح الفرق شباب؟ دكتور الكي اسم كليف لانجي؟ الكي هسه نجي نعرفها. الكي تتذكرون اللي درسناها هي عندنا بالشابتر 1؟ الكي شابتر 1 مو هاي المسافه. الكي ديزاين دكتور؟ الكي ديزاين والكي دائما هو الكي الفرق بيناتهم هذا يعتمد على المينيمم فيلت ويلد، فدائما ناخذ الكي دي اس ديزمال. اوكي؟ او تسميها ديزاين سميها ديزاين ماكو اشكال. كي دي اس اللي جايه من الديزمال، وهنا عندك هذا جايه من المينيمم فيلت ويلد، وهاي من جايه من الماكسيمم فيلت ويلد، فاحنا دائما ناخذ المينيمم ونشتغل عليها بالتصميم. وضحت شباب؟ فهي وشنو الكي؟ هو مكان الالتقاء الويد بالفلانج يكون دائما على شكل قوس، هذا هو مقدار الكي. وضحت شنو الكي شباب؟ هذا هو الكي، المسافة التقاء الويد بالفلانج يكون على قوس، فمقداره هذا شنو نسميه؟ نسميه هذا هو الكي. فالكي أو المسافة منا لهنا نفس الفقرة هي هاي الكي. فعرفنا الان الان هي طول البليته، والكي اللي نستخرجها من كيبل 1 حسب نوعيه السكشن الموجود، وعرفنا ايش الفرق ما بين زون اي وزون بي بالحسابات. هسه نريد نحسب، نبي نشيك اللوكال ويف. يلا هسه بزون اي المسافه ايش تساوي من طول البليته المستخدمه الفعاله؟ ان زائد 5 كي. واللي بزون بي ان زائد 2.5 كي. لو نجي على اليمن شلون نجي نحسب قيمة القوة اللي تسبب لي يلدنج بيمين بالبيم؟ إذا كانت المسافة X أكبر من D، يعني شنو X أكبر من D؟ يا زون A لو زون B؟ يا زون B دكتور B زون B X أكبر من زون A زون A لو B؟ A A زون A. وين المسافه مالتي وين تقع؟ عن هنا اكس اكبر من دي. الدي شو تمثل لك؟ الدي تمثل لك عرض او الاوفر اول ديبث فور سكشن، تمام؟ اذا كانت الاكس اكبر من دي فهو زون اي، واذا زون اي القوه اللي تسبب لي يلدنج شو تساوي لي؟ 5 كي ان اللي هي طول البليته في الاف واي ويف في التي ويف. كانما هاي المسافه ضربتها كمساحة الفعالة في سمك الويب في الإجهاد الخاص بالويب. سؤال، ليش خلينا هنا عندي اف واي ويب؟ شنو الفرق ما بين الاف واي ويب والاف واي لانج؟ لازم نفس اثنيناتهم نفس نوعية الحديد، اثنيناتهم نفس الشيء. مو المفروض احنا من درسنا هو اي 92 سنتيمتر يقول لك الاف واي دايركت الويب والفلانج.
ليش هنا حدد لي ركز لي بالويب دكتور؟ مو الويب لان اضعف شويه من الفلانج. ثابت لو ثابت دكتور؟ شنو الثابت دكتور؟ جزء من الاحمال تاثر غيره؟ لا نوبات عندي مقاطع بلت اب سكشن. شفت بليت اول وبليت ثاني؟ البليت الاول سويت عندك اي 36 والثاني سويته اي 992 سم. فاحنا دائما نشتغل على اليمن على الويب، فانا ركز لك اشكال المانيوال فشي كلش دقيق. قل لك اف واي الخاصه بالويب، ليش نوبات عندي المقطع يكون بلت اب سكشن؟ النوعيه الحديد تختلف عن الويب وعن الفلانج. هو عاده احنا بالحديد مالنا الاف واي هو كونستان، بالويب والفلانج هو رول سكشن، يعني حديد حامي صهرناه ودخلناه بالقالب طلع عندي نوعيه نفس الحديد الخاص بالويب والفلانج. بس اذا كان عندي بلت اب سكشن اجي اعتمد على اليمن على الويب، لان هي الويب هي حتسبب لي ويب بيلدينج او ويب كريبلينج. فعلى اليمن نعتمد على الاف واي الخاصه بالويب. هسه عندي هنا يا زون، عندي هنا موجود عندي زون اي لو زون بي، عندي قيمه الاكس اكبر من دي اذا هو زون اي. المسافه اللي يتوزع عليها اللود ايش قد؟ 5 زائد كي زائد الان في الاف واي دبليو في التي ويب. واذا كان عندي الاكس اصغر من دي يعني شنو؟ زون بي صح؟ صح دكتور. واذا زون بي المسافه ايش قد تغيرت؟ عندي بدل ما 5 قد صارت 2.5 كي، 2.5 كي في الان. واضح شنو الفرق بيناتهم؟ هذا عندك زون اي وهذا عندك زون بي. فنجي هنا نتعرف لك الفاي ار ان هي القوه اللي تسبب لي يلدنج الاف واي الخاص بالويب حصرا بالويب. اذا جاك مقطع بلت اب سكشن نعتمد على الاف واي الخاصه بالويب. الكي هي الديستانس الموجوده بالتيبل شابتر 1 بالاعتماد على الفيلت ويلد، والان هي طول البيرنج بليت، والتي هو سمك الويب، والدي هو الديبث مال الاوفر اول للبيم، والديستانس الكي هي الديستانس اللي يحسبها ضمن زون اي او زون بي. ملاحظه يقول لك البيرنج بليت قيمه الان لازم تكون اقل شيء اكبر من او يساوي الكي. قيمه الان البيرنج بليت اصغر قيمه الها ايش قد قيمتها؟ كي. ما يصير اصغر من قيمه الكي انا اخلي قيمه البيرنج بليت. اكبر ممكن، اصغر ما ممكن. اثنين هذا قد النومينال، اريد احسب قيمه اللاب لازم اضربها بالفاكتور، وعندي طريقتين مثل ما تعرفون ال ار اف دي واي اس دي. ال ار اف دي قيمه الفاي ايش قد؟ 1، وقيمه الاي اس دي قيمه الفاكتور 1.5. زين المفروض الفاي ار ان شبيهه اكبر او تساوي البي يو المسلط. يلا اقول هذا عندك الويب ما يصير بي يلدنج. زين اذا طلعت المسافه لا، طلعت القيمه اصغر يعني او البي يو المسلطه اكبر من فاي ار ان، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فشل بالويب. بهاي الحاله شنو الحلول؟ غير المقطع، تغير المقطع، تصغره لو تكبره. يعني حسب دكتور شلون؟ يعني شنو المقطع اللي ماخذه؟ اي اكبره. تكبره يعني حتى تكبر مساحه الويب، يزيد السمك مال الويب، مو صحيح؟ لازم نكبر. اي دكتور الويب. زين بس سؤال دكتور، الافواي منين اجيبها مال الويب؟ يعطيك اياها بالسؤال. هاي يعني ما موجوده بالمانيوال. لا لا، اذا ودائما احنا نعطيك نوعيه الحديد، بس اذا جبنا لك مقطع بلت اب سكشن اقول لك مثلا الفلنجه هالقد والويب هالقد. تمام تمام. زين. هذا الحل كبر مقطع مو حل اقتصادي. مو صحيح؟ احنا لازم شو نسوي؟ مو حل اقتصادي، يقول لك ممكن نستخدم ترانسفيرز ستيفنس.
استثنر العفو، نخلي بليتات عرضيه، هذا عندك هذا البيم جوا الكونستريتد لود، شو اخلي؟ اخلي بليتات هذا الشكل، والمسند هم اخلي بليتات. شايفين الجسر مال باب المعظم؟ اي دكتور. لو شفتوا الويب انتم عبرون عليه اكو بليتات استثنارات عرضيه، فهاي يقول لك انا احسن ما ابدل المقطع اخلي استثنر بهذا المنطقه جوا البوينت لود، شو تسوي لي؟ تحمي لي الويب منين؟ لو نرجي نرسمها كسايد فيو البليته هنا نخليها بهذا الشكل من هالمنطقه وهالمنطقه، واذا كجانب تبين لك بهذا الشكل، لازم نخليها جوا البوينت لود حتى اثبت المقطع هو يشتغل عندي بالفلكشر وبالشير وبالديفلكشن. فاجي من اذا جيت اللوكال ويب كريبلينج وولدنج، ليش انا ابدله؟ بس مجرد اخليه الاستثنر جوا البوينت لود واقول هذا المقطع يشتغل. وضح شباب اليلدنج؟ وضح اليلدنج؟ اقصر على اليلدنج؟ نجي على التشيك الثاني، هو الويب كريبلينج. الويب كريبلينج هو اخطر منين؟ من الويب يلدنج. شنو هو الويب كريبلينج؟ هو الويب كريبلينج الفشل ما يكون فجائي، كانما واحد فجاه دا يمشي وكفر رجليه صار به شلل، شو يسوي؟ مباشره راح ينهار، مو صحيح؟ الويب كريبلينج اخطر من الويب يلدنج. الفشل مالته يكون فجائي، لا اليلدنج لا بيها مجال يعطي نفس لحد ما يوصل لليلد، يصير الافواي لحد ما يفشل، يعطيني انذار بالفشل. بس الويب كريبلينج اخطر من الويب يلدنج، كانما هو فجاه فشل النموذج، ما نعرف ايش بيصار. او شو يصير الريتربيتي؟ يصير بين حاليات الفتيك، الاحمال متكرره كلش عاليه. ويتحمل يتحمل يتحمل، نتيجة هاي الأحمال العالية المرت عالية شو راح يسوي؟ يفشل بعد ما يتحمل، طاقته انتهى. يعني هيجي فجأة يطق بدون ما فجأة يفشل. إيه هو مو المفروض شوي يصير بيجي يعني هو الحديد إيه يصير بي يلدنج، يصير هذا اللي يسمونه ويب يلدنج، مو صحيح؟ بس الويب كريبلينج نتيجة الأحمال العالية المتكررة ريبيتد لود، إيش راح يصير عندك بي؟ هذا الويب راح يفشل فجأة ضبط مباشرة، فكلش خطر، أخطر من الويب يلدنج. اي طبعا احنا هاي المشكله لازم شيء كان الويب كريبلينج يعني تشيك يكون حتى احنا بالسيفتي فاكتور مالته نزيد الفاكتور مالته اكثر ما نشيك الويب يلدنج. بنفس الفقره عندي نوعين من الويب كريبلينج، عندي زون اي وزون بي. شو الفرق ما بين زون اي وزون بي؟ قلنا حسب قيمه الاكس، الاكس هي منين نقيسها؟ نقيسها من بدايه المقطع الى بدايه القوه المؤثره. هنا عندي القيمة الاكس بيها اكبر من دي، اذا هو ذا زون 1 وهذا عندك زون بي. هنا التشيك مالتي شويه حيكون كلش كريتيكال، ما راح اعتمد على يمن على الدي، راح اعتمد على الدي اوفر 2 حتى احدد. شوف ايش قد انا حذر بهاي الشغله، ما اعتمد على الدي، اعتمد على الدي اوفر 2. يعني هي المفروض هي هنا الدي، ما راح اعتمد على الدي، راح اعتمد على الدي اوفر 2. التشيك يكون ضمن هاي المرحله، هاي المرحلة لها معادلة وهاي المرحلة لها معادلة. إذا كانت القوة المركزة موضوعة على مسافة X هي المسافة أكبر أو تساوي D over 2، هذا ضمن يا حدود X أكبر من D over 2 زون A، نسميه زون A، أكبر من D over 2، يعني ما راح ناخذ دي، راح ناخذ اكبر من دي اوفر 2، اذا هو زون اي. المعادله شو تساوي لي؟ هاي المعادله مالتها. شويه تحملوا لنا، المعادلات مزعجه. مو صحيح؟ لازم تحسب الار ام 0.85 في التي دبليو تربيع زائد 1 في 3 ان في التي تحت الجذر اي على اف واي في التي واي. زين، اذا كانت المسافه اصغر من دي اوفر 2، يعني ضمن يا زون هنا راح يكون ضمن زون بي. زون بي مسافة أصغر، شوف هناك كنا نقارن ويا الدي بالويب يلدنج، نقارن ويا الدي، هنا نقارن ويا الدي أوفر 2، يعني كل نخاف من الويب كريبلينج الخاص بالبي. إذا كانت المسافة أكبر من دي أوفر 2 أقول له إذا احسب هاي المسافة، احسب القيمة اللي يتحملها الويب كريبلينج من هاي المعادلة.
إذا كانت المسافة أصغر من دي أوفر 2 هنا راح يصير عندك المسافة أصغر من دي أوفر 2 يعني ضمن هذا الرينج. هنا شو نسوي؟ راح نقسم شغلنا إلى قسمين. أجي أحسب قيمة الـ N over D. الـ N هي تمثل له طول البليتة أو البيرينج بليت على الـ D. إذا كان أقل من 0.2 قيمة الـ Phi RN نحسبها من هاي المعادلة. وإذا كان قيمة الـ N over D أكبر من 0.2 قيمة الـ Phi RN نحسبها من هاي المعادلة. معادلات شوية مزعجة بس لازم نحسبها لأن الويلدينج الكريبلينج هو كلش خطر. ضمن المعادلات خاف تحبون تشوفونها تحبونها موجودة بشابتر جي. شابتر جي هي هاي الموجودة عندي. هذا الويلدينج بالمانيوال يقول لك الفاكتور مالته 1.7 هاي الخاص بمن باليلدينج هذا الخاص بالكريبلينج. تمام عرفنا من نحسبها لأن جبناها من المعادلات من شابتر جي خاصة بالمعادلات. قيمة الفاي الخاص بهاي المعادلة شوف قد أخذه بالواي بيلدينج كريبلينج 0.75 بس إحنا قد أخذنا باليلدينج أخذنا واحد. إذا التحفظ وين يكون بالواي بيلدينج لو الواي بكريبلينج وين التحفظ يكون بالكريبلينج بدل ما تأخذه واحد أخذه 0.75 وبدل ما تاخذه 1.5 بهاي الطريقه اخذ جديد اخذ 2 احنا نتحفظ على الويب كريبلينج نطيل فاكتور اوف سيفتي اعلى فما نقدر ناخذه ما ناخذه 1 ناخذه 0.75 ونفس الفقره الموجوده عندنا اذا تشيك المقطع اوكي المفروض الفاي ار ان كريبلينج اكبر من البي يو المسلط واذا كان العكس اسوي لو اكبر مقطع لو اخلي عندي ترانسفير استثمر ما بين الويب حتى اتجاوز هاي المشكله. هذا كل ما موجود عندنا بالويب بيلدينج ويب كريبلينج. اكو سؤال علي بس مجرد معادلات ونشتغل عليه. اكو سؤال علي شباب لو نعين لا استاذ واضح خلينا نحل مثال ونشوف عندك هذا المثال يقول لك check the way building and way crippling المقطع مطيني اياه W12 18 في 50 semi supported beam subjected to B dead load و B life load وقال لك ال bearing plate عرضها 6 وين بالنص و بال end span ايش قد طولها او 3 انش. سؤال ليش خلينا المد سبان 6 انش والاند سبان 3 انش؟ دكتور اكو سناد بالاند سبان؟ نعم اما ان شاء الله بالسناد انسى بعد اكو لترال سبورتد بيم اند سبورتد بيم انا دا شيكت من ناحيه الفليكشر شيل ديفليكشن هسه عندي شكو عندي بوينت لود لازم اشيك عندي الواي بيلدينج واي بكريبلينج دكتور حتى اللود اوزعه باكثر اكبر منطقه شويه ليش يعني هذا 6 ليش بالنص 6 وبالنهايات 3 اي مو مو الثاني عند اللود ناحيه وزعه لا اي اسالي النهايات 2 والنص والوسط لان 5 كامله لا ليش دكتور زون احسب إذا زون أي أخذ 6 إذا زون أي أخذ 6 وإذا زون بي أخذ 3 لا دكتور حسب القوة القوة بالنص هي كاملة وبالأطراف نص النص عاش فيك عبد الله بس إحنا مريد نحسب الشير هنا شو يساوي لك بي أوفر 2 مو صح هنا جد الرياكشن بي أوفر 2 مو صح فإحنا هنا عندي اللود كل بي توتال هذا يتقسم الى 2 وهنا يتقسم الى 2 فليش اخلي هنا 6 مضحك هنا اللود اعلى راح يتقسم الى 2 بالرياكشن انت ماكو داعي هنا اخلي 6 وهنا اخلي 6 تخلي 6 عندك فلوس وهاي خلي بس هي من ناحيه التصميم لا عندك هنا اللود اقل من اللود الجو البوينت لود اذا هنا استخدمنا قيمه البيرنج بليت مقدارها 3
يعني في السؤال عام يعني مو فد شيء يعني مجرد تشيكات اعتيادية. هسه نجي نحل السؤال. برستيل اي 992 سي اوف واي 50 65 السكشن تبل 18 نستخرج من هذا السكشن نروح التيبل 18 50 18 50 18 50. ايش نستخرج؟ نستخرج الدي، نستخرج التي ويف تي ويف واستخرج قيمة الكي. اوكي استخرجنا من الدنيا واستخرجنا التي فلانج ده احنا نشتغل على المعادلات من زيرو. اوكي بني من نروح؟ نروح تشابتر 1 حسب البيم الموجود هستخرج احسب البي يو يطلع عندي 110. اذا نال بي يو 110 اذا بالمثال ايش قد يكون 55 بمقدار الرياكشن شو يساوي لي؟ بي يو اوفر 2. هسه بدي نشيك الويب يا ويب بس وياي خلينا نجي نتبع. هنا عندي قيمة الاكس جد قيمتها 5 فولت صح؟ 5 فولت ضربناها في 12 حولناها الى شنو؟ الى 60 انش حتى قارن ويا الدي شنو وحداتها بالانجات. الدي جد تكون قيمتها عادة 18 فحولت الاكس الى من الفوتات الى انجات. هسه بدي اشيك الواي بيلدينج قيمة اول شيء اذا عندك الاكس اكبر من دي اذا زون اي هذا يا زون اي. اوكي فاجي حسبنا قيمه الاكس اكبر من دي اذا هو زون اي. نجي نحسب قيمه الرياكشن من المعادله اللي هو القوه اللي يتحملها تسبب لي يلدنج اللي 5 كي زائد الان في الاف واي دبليو في التي. حسبنا قيمه المعادله اللي تسبب لي النومينال 192 اضربها في الفواحد لان هو طريقه ال ار اف دي فيطلع عندي قوتها 192 اكبر من 110. اذا اللود المسلط ايش قد عندي؟ 110 والقوه اللي تسبب لي يلدنج بزون اي ايش قد؟ 192. اذا من زون اي ما عندي مشكله من ناحيه اللود المسلط من ناحيه الويف يلدنج. واذا عندي بدي اشتغل بزون بي بزون بي الاكس اقل من دي ايش قد قيمه الاكس؟ الاكس جت قيمتها شوف هاي البليت هاي جت طولها 3 هاي القوه بالنص فالاكس من بدايه البيم الى بدايه القوه هنا جت عندي قيمتها 3 على 2 جت تكون 1.5 اقل من 18. اذا دا اشتغل اني ضمن زومبي واذا زومبي المعادله ايش قد تكون 2.5 في الاف واي عندي القيمه 96 ف 96 ضربناها في الواحد ال ار اف دي يطلع عندي 63 اقل من 55. اذا نو واي يلدنج اوكير ان زون اي وزون بي من ناحيه الواي يلدنج ما عندي مشكله. هسه نريد نحسب الواي كريبلينج. الواي كريبلينج لازم اقسم ما اقسم على دي ما اقارن ويا دي اقارن ويا دي اوفر 2 عندي 60 اقل اكبر من 9 اذا اشتغل المعادله فاي ار ان من هاي المعادله. اذا هذا زون هو زون اي حسبنا قيمه المعادله قيمه الفاكتور ايش قد يكون 0.7 اذا 192 اكبر من 110 اذا ما عندي واي كريبلينج بزون اي. هنا حشد اشتغل ضمن زون بي المعادله 1.5 اقل بما انه الاكس اقل من دي اوفر 2 اتشيك قيمه الان اوفر دي وعندنا قلنا التشيكين اذا كان قيمه الان اوفر دي اكبر من 0.2 او اصغر من 0.2 اذا اصغر من 0.2 هاي المعادله الخاصه بها راح نحسبها تطلع عندي قيمتها 95 اضربها في الفاكتور 0.75 عندي 71 اكبر من 55 اذا نو واي كريبلينج اوكي. هذا السؤال نفس السؤال موجود عندي بس هنا عندي مشكلة عندي صار عندي حمل مركز وحمل منتشر. نرجع نسأل سؤال ليش هنا عندي بالاند سبان
قيمة الان اكبر من القيم الموجودة بزون اي. حبي جو انا هذا عكس السؤال الاول. عبد الله ليش قيمة ال بس الحمل المنتشر الحمل المنتشر تتوحد لان الحمل يضاف على الاشياء بالضبط. هنا عندك القوة جت 35 احيانا يجيني 35 احيانا يجيني 35 بس الحمل المنتشر وين راح يتولد وين راح يتوزع راح يرجع وين يرجع على الرياكشنات. فعندي هذا اللود راح يكون بالمساند يكون اكبر ما موجود يعني قيمة الار يو الموجودة ماكسيمم تكون اكبر من قيمة البي يو المسلط اليمن على زون اي. بدك زون بي هو الكريتيكال بهاي الحالة مو زون اي تمام. كبرنا البيرنينج بليت الموجود عندي بالزون بي. بنفس الفقره عندي الستيل هذه السكشن مال تل بي يو حسبنا البي يو المركز 65 حسبنا الديد لود الموجود عندي واللايف لود عندي يطلع عندي 102 حسبنا عندك الدبليو توتال الموجود ما بيناتهم جمعنا الديد لود واللايف لود يطلع عندي 65.4 هاي وين بزون بي. وبزون اي هو قد القوه المسلطه عندك 56. راح نشيك الواي بيلدينج الاكس اكبر من دي اذا هو زون اي وذا زون اي راح نشتغل قيمه الخمسه كي ان زائد كي نشتغل عليها حسبنا قيمه الفاي واحد عندنا 135 اكبر من 65 اوكي راح نشتغل ضمن المسند اللي هو زون بي نشيك الاكس اكبر اذا القيمه 2.5 كي الاكس اقل من دي حسبنا قيمه الكي من الشابتر 1 يطلع عندي 101 اقل من 65 اذا من ناحيه الواي بيلدينج ما عندي اشيك الواي بكربلينج الاكس اكبر من دي اوفر 2 اوكي اكبر من دي اوفر 2 اذا نحسب من هاي المعادله نجي نحسب قيمه الان اوفر دي نشتغل على المعادله الموجوده دكتور معك صوت صوت معك دكتور